بعيداً عن العواطف والشعارات، هل للكيان الصهيوني منافع يستحق عليها أن يفتح له الحضن العربي؟ التطبيع يعني جعل ما هو غير طبيعي طبيعياً. فهل سيخسر العرب إذا امتنعوا عن تطبيع علاقاتهم مع الاحتلال؟ وعاد عن كون القضية الفلسطينية محوراً رئيسياً للخلاف يمنع التطبيع، هل هناك أي مانع آخر؟ 5 نقاط تساعدنا على الإجابة على هذا السؤال. تاريخ دموي يتجاوز القضية الفلسطينية خاضته الدول العربية مع الاحتلال. 5 حروب غيرت خريطة المنطقة، البعض قد يراها صفحة يمكن أن تطوى، فهل ذلك ممكن حقاً؟ النكبة. 5 دول عربية تدخلت جيوشها لمنع قيام دولة الاحتلال، ولم تغب عنها دول الخليج. السعودية مثلاً شاركت بمئات المقاتلين، والحرب انتهت بتأسيس إسرائيل ومقتل آلاف الجنود العرب وولادة جيل من الفلسطينيين اللاجئين. العدوان الثلاثي شنت فيه فرنسا وإنجلترا وإسرائيل هجوماً على مصر رداً على تأميم قناة السويس. النكسة تعرضت فيها جيوش 3 دول عربية لهزيمة ساحقة، واحتلت إسرائيل خلالها شبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان والضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وما تزال نتائجها عقبة رئيسية أمام تسوية الصراع. حرب 6 أكتوبر التي شنت فيها القوات المصرية والسورية هجوماً لاسترجاع سيناء والجولان، شاركت فيها دول عربية بعضها خليجي، وفرض المنتجون العرب بقيادة السعودية حظراً نفطياً على الدول الغربية الداعمة لإسرائيل. غزو لبنان الذي تدخل فيه الاحتلال لتدمير قواعد منظمة التحرير الفلسطينية، أهم نتائجه توسيع الشريط الحدودي المحتل في الجنوب. يضاف إلى كل هذا دور الحركة الصهيونية في دعم التوترات في العالم العربي، أهمها تيارات التمرد والانفصال. شعب صغير وموارد محدودة، ولا بد من علاج هذه الثغرة عبر استغلال نقاط ضعف لدى العرب، خاصة المتعلقة بالأقليات العرقية والطائفية. كان هذا كلام أول رئيس وزراء لإسرائيل، الذي قدم لبريطانيا وفرنسا خطة لتقسيم الأردن وتفكيك لبنان وضم جنوبه وإنشاء دولة مسيحية في مناطقه الأخرى. رئيس وزراء آخر اعترف بأن الموساد قدم مساعدات لبعض القادة الأكراد في العراق، حتى بلغت بعثاته 150 مستشاراً إسرائيلياً. الأمن الجزائري كشف في عدة مناسبات محاولات اختراق وتجسس إسرائيلية سبقتها محاولة دعم عبر وسطاء أوروبيين لأصوات أمازيغية انفصالية. مراسلات بين شخصيات يهودية والحكومة البريطانية كشفت أيضاً عن مقترح لإقامة دولة يهودية في الخليج، إضافة إلى تقارير أخرى عن دعم أقليات في لبنان وفصائل التمرد في جنوب السودان. الأيديولوجية الصهيونية نشأت في أوروبا في الوقت الذي ظهر فيه فكر تفوق بعض الأعراق. كتابات روادها الأوائل ركزت على الفروق الشاسعة بين اليهودي الإسرائيلي المتحضر والعربي البدائي المتوحش، وكانت هذه وسيلة إقناع الرأي العام العالمي بضرورة وجود دولة إسرائيل في المنطقة. دراسة صغيرة شملت 124 كتاباً مدرسياً إسرائيلياً استطاعت جرد كل هذه الصفات التي ألحقت بشخصية العربي. الحاضر يقول أيضاً إن حوالي 20% من سكان إسرائيل عرب، ومعدلات العنصرية ضدهم لم تستطع تجاهلها حتى وسائل إعلام ومراكز دراسات إسرائيلية. إهمال واضح في الأحياء التي يقطنونها، حرمان من حقوق وخدمات، سياسات تحريضية وحوادث كراهية، وتشريعات لتقليص مشاركتهم في الحياة السياسية. بل إن العنصرية ضد العرب أصبحت استراتيجية تسويقية في السباقات الانتخابية. هذه العنصرية ليست أفعالاً فردية، لكنها عقيدة سياسية تحميها قوانين، أبرزها قانون القومية الذي يمنح اليهود وحدهم حق تقرير المصير في إسرائيل. عملية التطبيع تصب في الصالح الإسرائيلي بالدرجة الأولى، ولهذا ظل هذا الطرف يصر عليها لسنوات، لأن التطبيع يعني له تنسيقاً عسكرياً، ازدهاراً اقتصادياً، حركة دخول وخروج أكبر، وإدماجاً قسرياً في نسيج المنطقة. كل هذا دون شرط أن تغير إسرائيل من أيديولوجيتها. لكن في المقابل، إلى أي مدى تحتاج الدول العربية إلى هذا الكيان الوحيد؟
الحقيقة أنها ليست بحاجة له. أبرز حجة للتطبيع هي وجود مخاوف استراتيجية مشتركة تجاه الخطر الإيراني بسبب العداء التاريخي وتأثيره في الشؤون الداخلية للمنطقة. لكن ألا ينطبق ذلك على إسرائيل أيضاً؟ لنأخذ مصر نموذجاً للدولة العربية التي تعترف بإسرائيل رسمياً وتطبع معها. معاهدة السلام بين الطرفين أنهت الحرب وأعادت سيناء وجلبت المعونة الأمريكية، لكن لم تلق بعد كل هذه السنوات القبول الشعبي المرجو، خاصة بعدما روج لها على أنها مفتاح التنمية والاستقرار الأمني والاستفادة من الخبرات الإسرائيلية. الواقع اليوم يقول إن سيناء ما تزال عقدة أمنية لمصر، والمساعدات الأمريكية تقلصت، والاقتصاد المصري هش جداً، وعملية السلام في المنطقة لم تحرز تقدماً بعد المعاهدة، كما أن مصر تكبدت خسائر في عدة صفقات مع إسرائيل. التأثر الإسرائيلي بكل ما هو عربي تعدى الاستهلاك أو التقليد ليصل إلى السرقة. ربما سمعتم ألحان فيروز على أغاني بالعبرية. وعن الفلافل والتبولة والكسكس على قوائم الأكلات الإسرائيلية الشعبية العالمية. الظاهرة على بساطتها تشكل أداة ناعمة تسعى لإدماج الكيان داخل نسيج المنطقة. بعيداً عن القواسم المشتركة بين العرب والفلسطينيين، ما يسمى بدولة إسرائيل كيان عنصري استعماري مستمر بني وما زال يقوم على إبادات عرقية متتالية، يمارس حتى اليوم فصلاً عنصرياً بالإضافة إلى الحصار، الاستيلاء على الأراضي، تدنيس الرموز الدينية والانتهاكات الممنهجة في حق الأطفال والمدنيين، وتهجير وشتات أجيال ممنوعة من العودة حتى الآن. وبالتالي مقاطعته تأخذ أبعاداً إنسانية وأخلاقية قبل الاعتبارات الأخرى، ولهذا نجد شخصيات ومؤسسات بعيدة عن المنطقة تعلن مقاطعتها أو نأيها عن هذا الكيان. ماذا عنكم؟ هل لديكم أسباب أخرى للمقاطعة؟ إذا أعجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وأخبرونا في التعليقات عن قصص أخرى تودون مشاهدتها على AJ Plus عربي.